الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم هدى وتبيانا ومعجزة وحجة لنبيه وبيانا من حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته من بريته خصه الله بالحكمة الباهرة والسنة الغراء النيرة وميزه بجوامع الكلم وبدائع الحكم ومعالي الهمم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه أئمة الهدى والتابعين له في شرف وعز ذلك المدى صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه، فإن تقوى الله سبحانه وصيته لعباده الأولين منهم والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المؤمنين، إنما نراه ونشاهده بل وقد أصبحنا نصابحه ونماسيه ما يحدث لإخواننا المسلمين في فلسطين من قتل وتشريد وهدم البيوت على رؤوس الآمنين، ليبعث في كثير من النفوس الحزن والأسى، ويجعل القلوب تخترق يأسا وقنوطا من ذلك العدوان الغاشم الذي يصول ويجول في مقابل عالم صامت وأمة إسلامية أصابها شيء من الهوان والإدبار. ومع كل هذا الواقع المرير وهذه الشدة العظمى والأزمة الكبرى التي تعيشها أمة الإسلام، فإنه ينبغي أن نتيقن نحن معاشر المؤمنين وأن نثق بما بشر الله سبحانه وتعالى به أمة الإسلام بأنها أمة وإن ضعفت وإن أصابها الوهن في فترة من الفترات فإنها أمة لن تموت، وإنها الأمة التي يكتب لها الله النصر في آخر المطاف. وما أحوجنا إلى أن نتيقن هذه البشائر، وخصوصا عندما تحتدم الشدائد وتحيط بالأمة الأزمات والمصائب. وهكذا يعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المؤمن ينبغي أن يكون ذا أمل ورجاء وثقة في وعد الله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وكان مطارداً ضعيفاً في قلة قليلة من أصحابه، أخرج من مسقط رأسه، ولكن مع ذلك في ذلك الوقت الحالك والظرف العصيب
الذي مر به مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأمل والثقة في بشارات الله عز وجل ووعده هذه الأمة بالنصر. لما كان وراءه سيدنا سراقة بن مالك يطارده ليظفر بمغنم وعرض من الدنيا قليل، فلما أحس به صلى الله عليه وسلم واستشعره ودعا وقال اللهم اكفني شر سراقة وساخت قدما فرسه في الرمال، وعرف أن ذلك من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنه ذلك وأن يرد عنه الطلب، عند ذلك بشره المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكان سراقة آنذاك رجلا كافرا، بشره فقال له يا سراقة كيف بك إذا ألبسك الله سواري كسرى في ظرف عصيب ووقت حالك لا يرى فيه بصيص من أمل. يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم بنور الغيب ويكشف الله له الحجب، فيرى مستقبل الإسلام وأن الله سيعز هذا الدين وسيتم هذا النور. وحقيقة أوفى الله بوعده وألبس سواري كسرى سراقة بن مالك الأعرابي في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءت غنائم الفرس. والبشارات القرآنية ومثلها النبوية بنصر هذه الأمة المحمدية لهي كثيرة مبثوثة في القرآن الكريم وفي سنة سيد المرسلين. مما نطق به القرآن الكريم قول الله جل في علاه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نور الله هو الذي جاء به مولانا رسول الله، فإنه النور الذي نزل على النور لهداية أمة النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا الإباء الإلهي هو الذي يبعث في نفوسنا الطمأنينة ويبعث في نفوسنا السكينة ويبعث في قلوبنا الأمل بالنصر والتمكين لهذه الأمة المحمدية مهما وقع لها من ذل وهوان وأزمات ونكبات. ومما نطق به القرآن الكريم كذلك قول الله سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعد من الله سبحانه بأنه سيظهر هذا الدين على كل ملة ودين، وستثبت هيمنته وغلبته وسطوته على جميع الأديان بعز عزيز أو بذل ذليل ولو كره المشركون. مما نطق به القرآن قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا وعد لهذه الأمة إذا نفذت شرط الله سبحانه وتعالى وهو الإيمان والعمل الصالح أن يمكن لها في الأرض وأن يكتب الله لها الخلافة. وأما ما نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فكثير هي بشاراته عليه الصلاة والسلام. بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الإسلام سيبلغ أمره ما بلغ الليل والنهار. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه
أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيبلغ هذا الأمر، أي هذا الدين وهذا النور الذي جاء به مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. وروى مسلم في صحيحه عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، أي جمعها وضمها، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشارقها ومغاربها. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذه أيضا بشارة نبوية، حديثان صريحان جليلان عظيمان يبشران بانتشار دين الإسلام واتساع دولة الإسلام. أما قوله صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الأمر فدلالة على انتشار الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها بشارة باتساع رقعة الإسلام ودولته. وكذلك مما بشر به المصطفى عليه الصلاة والسلام ما روي عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده، أن رجلا سأل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال له: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ يقول الإمام ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان: أما رومية فهي المدينة المعروفة روما. فقال سيدنا عبد الله بن عمرو بينما أخرج كما جاء في الرواية أخرج سيدنا عبد الله بن عمرو كتابا من صندوق فيه حلق، فإذا فيه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، فإذا رجل يسأله: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل مدينة هرقل تفتح أولا. وحقيقة فتحت القسطنطينية كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية، وهرقل هو الملك الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على أنه سيكون فتح آخر، فإذا فتحت القسطنطينية فستفتح المدينة الأخرى، وسيرجع الإسلام إلى بقاع بعد أن أخرج منها. مكث الإسلام في الأندلس أزيد من 8 قرون، بنى فيها حضارة عظمى يشهد لها العدو قبل الصديق، بنى فيها حضارة جمعت بين العلم والإيمان وبين الرقي المادي والسمو الأخلاقي. وصل الإسلام إلى إقليم البلقان في شرق أوروبا حتى وقف على أبواب فيينا كما جاء ذلك في التاريخ، وسيرجع الإسلام بفتح عظيم، وقد يكون فتح آخر الزمان بحسن الدعوة إلى الله، بحسن التبليغ عن الله عز وجل. لأن ما نراه من واقع البشرية اليوم وخصوصا في العالم الغربي أن البشرية هي أشد ما تكون ظمأ وعطشا إلى دين يخرجها من قلقها وحيرتها وتيهها. البشرية تحتاج إلى حضارة مبنية على الأخلاق وعلى السمو الروحي وعلى معاني الإنسانية، فإن العالم الغربي اليوم وإن بنى تقدما باهرا ولكنه فشل في بناء حضارة إنسانية عظمى.
هذه بعض البشائر القرآنية والنبوية التي ينبغي أن يستحضرها كل مسلم رجاء في الله وثقة بوعد الله وأملا في عطاء الله سبحانه وتعالى في هذا الظرف الحالك والوقت العصيب الذي تعيشه أمة الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا وأن يجعل الدائرة لهم وأن يمكن لهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته الصالحات وبفضله تتحقق المقاصد والغايات وبتوفيقه تتنزل الخيرات والرحمات والبركات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، فخر الكائنات وسيد السادات، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الهدات. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وسلك منهاجًا قويمًا وسبيلًا رشدًا، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى وحاد عن طريق الهدى، وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا. جعلني الله وإياكم ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع سبيله ويقتفي أثره حتى ينال من خير الدارين سؤله وأمله، فإنما نحن بالله وله. أما بعد، فيا عباد الله، خير ما نتواصى به تقوى الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا واعلموا أن من أعظم المفاتيح التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المحمدية لتفريج كربها وتنفيس همها وفتحها لأبواب الخير والتيسير كثرة الصلاة والسلام على النبي الكريم، مصداقا لقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والتسليم على نبيكم الكريم امتثالا لقول ربكم العظيم. فقد قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وقوت الأرواح وشرابها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم وارض عن السادة الحنفاء والأئمة الخلفاء ذوي الفخر الجلي والمقام العلي، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن عمي نبيك خير الناس سيدينا حمزة والعباس الطاهرين المطهرين من الشرك والأدناس. وارض اللهم عن الحسنين الأحسنين والصبطين الجليلين والقمرين النيرين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانتي نبي هذه الأمة سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. وارض اللهم عن أمهما فاطمة الزهراء وعن جدتهما خديجة الكبرى. وارض اللهم عن الفقيهة الحميرة أمنا عائشة أم المؤمنين. وارض اللهم عن سائر أزواج نبيك أجمعين، وعن الصحابة الأنصار منهم والمهاجرين، وعن التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن علماء هذه الأمة وصالحيها وعارفيها وكل من سبقنا بالإيمان، وكل من علمنا وربانا، وكل من له الفضل علينا، وعن أهل السلسلة ومشائخنا أجمعين. اللهم إنا نتوسل إليك بجاههم عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم يا رب ارحم شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم كلهم معينا
وناصرا ومؤيدا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وحققهم بقولك وقولك الحق. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أثلج صدورنا، اللهم أفرح قلوبنا بنصر مؤزر من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالأعداء، أعدائك اليهود الصهاينة، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا وأرنا فيهم يوما أسودا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم رد أمة الإسلام إليك ردا جميلا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا يعز فيه سلطانك ويذل فيه أعداؤك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات وارحم من لا راحم له من عبادك المؤمنين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.